والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. شأن الاقتصادي تنضم إلينا فيها الزميلة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لك رجائي. شكرا سحر. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. حققت الصادرات المصرية للسوق الأفريقية زيادة بنسبة تقدر ب 10% خلال الفترة من يناير إلى شهر نوفمبر من عام 2023 لتبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 1.89 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022. هذا وسجلت الصادرات المصرية للسوق الأفريقية خلال شهر نوفمبر من عام 2023 نحو 149 مليون دولار مقابل 154 مليون دولار في نوفمبر من عام 2022 بنسبة تراجع تقدر ب 2.7%. قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، ذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق من خلال ربط بيع مادة البيتومين بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية. ويؤكد جهاز حماية المنافسة تصديه لكافة أشكال الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات والأسواق، والتي من بينها إساءة استخدام الوضع المسيطر، حيث تعتبر ممارسة ربط السلع ببعضها البعض من أشكال الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات ذات الوضع المسيطر بإجبار العميل على قبول المزيد من المنتجات أو الالتزامات الإضافية مستغلا وضعه، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في هذه الأسواق. في أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط في آخر تداولاتها الرسمية تراجعاً بأقل من 1%، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بعد أن طغت المخاوف من تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج على الأسواق. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 78.56 دولار للبرميل متراجعة بنسبة تقدر ب 68%. كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 73.41 دولار للبرميل منخفضة بنسبة تقدر ب 9%. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 62% لتصل إلى 2.63 دولار للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 6.6% لتسجل 2.52 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أصبحت روسيا في عام 2023 أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، واتحدت روسيا العقوبات الغربية لشراء كميات كبيرة من النفط بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة بها. وأظهرت بيانات للجمارك الصينية أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت 107.2 مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي، أي ما يعادل 2.14 مليون برميل يومياً. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة مواصلة الاجتماعات بينهما بشكل منتظم. وذكرت الخزانة الأمريكية أن الاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين في بكين تضمنت مناقشات حول قضايا الاستقرار المالي وأسواق رأس المال والمؤسسات المالية الدولية والتمويل المستدام والمدفوعات والبيانات عبر الحدود وجهود مكافحة غسل الأموال. مشاهدينا انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى رجائي وسحر. شكرا لك ميرنا إيهاب.